السلام عليكم. انا دلوقتي هشوف موضوع ملفات الكوبي في النفس وركس. ملفات الكوبي يعني ملفات بنسميها في سيت مانجمنت، وقلت بقى زي جدول اكسل. مست النفس وركس ان انا بجمع الشغل كله من الريفت ومن السيف 3 دي ومن نفس وركس من كل مكان. فانا بقول له صدر لي الشغل للنفس وركس، وببدا اختار ال دبليو سي، وبتاكد ان انا مختار المشروع كله ولازم يكون واقف في ال 3 دي. وبعد كده بروح لنفس وركس بعد ما يتم التصدير وبقول له اوبن، وبروح مختار الملف اللي انا هشتغل عليه. مش ظاهر لان ده ان دبليو دي، هقول له ان دبليو سي الملف اهوت واقول له اوبن. هتلاقي ان انا مسطب اداة اسمها كوبي، فعلت معايا اول ما ظهر معايا المشروع. ده بيجيب لي بقى كل المعلومات الخاصة بالملفات الكوبي. فاجي هنا اختار الملف اهوت بتاع الملف الكوبي واقول له اوبن، فبيبدأ يحمل لي كل المعلومات الخاصة بملف الكوبي. تقدر تشوف المعلومات الخاصة بالانستراكشن، بالكونتراكت، بالفاسيلتي، بالفاسيلتي، بالفلور، بالسبيس، بالزون. تقدر تسيف الداتا ديت بعد ما تعدل فيها، ممكن تسيفها ك اس كيو ال مش ك اكسل لو انت حابب تبدل بينهم. يعني ممكن تقول له انا عايز اعمل امبورت المعلومات دي من نفس وركس موديل. تقدر تضيف ابند فروم نفس وركس موديل، تقدر تضيف على المعلومات ديت. تقدر تقول له انا عايز اشوف الدروب كونفيجريشن، الإعدادات بتاعتي هتبقى عاملة ازاي. ممكن تقول له في معلومات أنا مش محتاجها في المشروع بتاعي دلوقتي.